فلوس. انا فاهم دماغك كويس قوي. انا من ساعه ما قلت لك ان انا ناوي ارجع مصر والموضوع ده تعبك قوي. لا 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 مش قصدي. لا انت ازاي تفكر كده؟ ازاي يخطر على بالك حاجه زي كده؟ عشان بنتك ومدير اعمالك. بس الحقيقه لازم تتقال بقى، كان اللوحه دي اولى انها تترسم في فرنسا قبل ما اموت يعني، مش كده؟ لا بعد الشر مش قصدي اكيد. بص يا لوجين، انا طول عمري بعاملك زي بنتي بالظبط، مش بنت مراتي الله يرحمها. كان نفسي يكون بيني وبينها اولاد، لكن اعتبرتك انت بنتي وما قصرتش معاكي في اي حاجه. كان نفسي مره تغلطي وتحسسيني فعلا ان انا زي ابوكي. الو، ايوه، ايه شنطه ايه؟ ايوه شنطه الوشم، طلعها لي. لا اديها لحماده السواق اللي جابني، خليه يطلعها لي فوق. بلاش بقى حكايه التمثيليات بتاعتك دي وبين المشاعر ومش المشاعر، انت ما عندكيش مشاعر اساسا. متصلين بالجرس ولا ايه؟ بس اخرسي خالص، اسكتي بقى. اهلا يا حماده. لا مؤاخذه يا باشا، اتفضل. اتفضل فين؟ ده لا عايز حاجه؟ اتفضل خش جوه. انا مش عايز اعمل مشاكل. بس عليا مفيش مشاكل ولا حاجه. تشوفكوت جاميك بقى. اشكرك انك جبت لي الشنطه بتاعتي ده، ميرسي خالص. خلصي بيه. نو مفيش حاجه اسمها نو. ماتان اللي دوفوني تون امي يلا سيبك من البرطبة ده. بتتكلم ولا بتعمل ايه؟ المفروض ان انا مديرة اعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشة. ده انت ما بتعبرنيش حتى. ما ينفعش. ده عين. وحقي جلال اللي ده عين. انت تتحرش بيا؟ نمتوش با اسباس دو كرابي. ولا يهمك. سيبك من البرطبة دي. فين الشنطة؟ هيا يا باشا الشنطة. الله يخليك، مش عارف اقول لك، دي مهمة جدا في حياتي. طبعا. حطها هنا زي. حاضر يا باشا. هتا فيها حياتي. ما اعرفش دي ايه يا خبر ابيض، دي كل حياتي فيها. لا مؤاخذة يا ناس، معلش ما اعرفش، ما انت قلت لي حطها هنا. معلش حطها. لا مؤاخذة يا باشا، حطها برفق مش كده. تأمرني بحاجة يا باشا؟ دي واحدة. تعالى إيه؟ بس تعالى خد 500 جنيه دول. اعمل بيهم اجيب بيهم ايه؟ لا ده حلاوة انك جبت لي الشنطة دي. لا والله. والله. حلاوة الشنطة؟ ايوه. ده نفسي تضيع واجبالك تاني. مروة عفوا يا ريس. ونادين عفوا يا حسين. ناجي مساء الفل حمادة. بس أنا فهمت طلبكم، خد الأرداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مصيره ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ست الضلمة ستارة، ابيض في النور ومفيش حاجة هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا أحلى. اسمعي بس يا بنت، أنا بظبطك. لا لا احنا كده أحلى. الحق عليا اللي عاوز أعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زبالة. وناجي حبيبي. إيه يا عم؟ حبيبي حمادة. وحشني يا ناجي. انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت. خفت. خفت. طب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي ايدي والله. لا ده حقيقي يا عيني. ايوه. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انك احمد ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الرصيف. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. نكدت عليا. دي وظيفه الصديق بقى انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال مصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه، اسمع مني، انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه؟ مبهره. الرياضة يا ناجي. انت جايبها من تحت باطك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي،
يلا الإزازة يا ياسين. مش عارف اللي حصل. هي بقولك كانت عايزة نفس اليوم برضو. أو المصحف نفس اليوم. تعرف نفس اليوم والله يا نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى، صدق على فكرة البنات كان عندها حق، أنت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الإزازة المعفنة. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ وميل وكتب منديل. حميده! ايه منى القرف اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى القرف ده؟ انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت، انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ يا ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله، اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابيعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكل على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه يا بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيه قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. اه بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب، عارفه. برافو عليك. آه. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. آه. عشان بقى ايه؟ تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن. آه. هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ آه. عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رأيك ولا فيها أي حاجة زيادة عنك، إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة، نورماندي تو، ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بص شوف بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي، بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش بقى بتحبنا من 28 سنة. ما أديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط يا منى. وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين، عواطلية، مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. اه الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونه وتقف على البلاعه عشان تشوفني. اقف على البلاعه على ديلي بقى ولا هعمل على عبلك شنبات انا؟ اقول بقى كده، قول اللي انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزه جنب انا احلها. تمام، اللي انت شايفه يا حماد اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. شفتي فجأة؟ بصي فجأة. صلى عليك يا نبي. اه والله وابور بتاع نجيله فجأة اتحولي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ سمية يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العزل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة. بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملهولك. ماشي يا ست. يلا ناخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك بجنبك. بقول لك عايز بالبيت هيقع. الله يكرمك. عايز بالبيت. خرجني. ضاعي بالجنب. اهو. يلا سكي. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني، مؤاخذة يا باشا. ده لبنان يا اسطى. ولا العراق يا ريس، معلش في عطل في العربية بس. أبو زهرة حبابها مقفولة مواليد. سميحة وصباح وخالد وأحمد وإكرامي وهند وفاطمة عاملين إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? الحمد لله. Shérif. نعم. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا
مش شايفه غير ناس غريبه، ناس مش من مستواك. انا ما غصبتكيش انك تيجي معايا، انت اللي اصريتي انك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي اتفضلي خدي عربيه وروحي اي حته انت عايزاه. مش عاجبك مصر سافري. انا بقى هقعد، انا جاي هنا عشان اعيش الذكريات الحلوه اللي انا عشتها في بلدي. اوكي كون تو بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جي؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح، مش ده سواق عندكم في الأوتيل؟ آه آه يا فندم، هو سواق عندنا في الأوتيل. خلاص أنا عاوز السواق ده والعربية دي، يبقوا هما اللي معايا على طول. حاضر يا فندم، أنا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهاردة إن شاء الله. شكرا. بعد إذن. محمد حسين، أجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين أعمل إيه أنا في اليوم اللي مش عايز يعدي؟ الحقني يا مستر شوقي. في إيه يا أيمن؟ أنت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا إمبارح. يا سلام، إمبارح كان مأنجزه والنهارده مصر عليه؟ بقوا صحابي امتى دول؟ اتصرف يا مان اتصرف، انا مش فاضي. يا جرح فاضي يا اسطى؟ يا جرح اتفضل يا حاجه، اتفضلي اتفضلي. الو الو، صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا لا لا، لا انا هنا جنب الاوتيل.